اللي يبغى الرزق ويبغى ان الله يبارك في رزقه عليه بتقوى الله. والله ان التقوى والصبر على طاعة الله ومرضاته وترك معاصيه والبعد عن الفواحش والمحرمات باب من ابواب الرزق والبركة، ما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم الذي يصبر ويحتسب. ستفتح لك الابواب لانك تخاطب رب الارباب، من يملك خزائن السماوات والارض، يملك ان يقويك وان يرزقك وان يعطيك وان يرفعك وان يسترك وان يرزقك، لانه الله الواحد الاحد.